مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجي ميعادنا مع فقره الصحافه اللي بنناقش فيها المنشطات اليوميه وبنحللها مع حضراتكم. وبيسعدنا في تحليل الخبر معانا عبر الهاتف الاستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب الصحفي. صباح الخير استاذي. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بحياتك، كل سنه وحياتك طيب، رمضان كريم. الله يخليك يا غالي، كل سنه طيب وحياتك طيب. يعني اسمح لنا نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدي الخبر معانا الأول، الرئيس السيسي واجه بتطوير محور كوبري 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات. تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محورا رئيسيا لربط شرق القاهرة بغربها، فضلا عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور. الحقيقة صعب ستار، طبعا يعني احنا شايفين يعني كلنا لمسين التطور اللي في الفترة اللي فاتت في الطرق طبعا والكباري. الفترة اللي فاتت طبعا شهدت بعض المناطق تطورا رهيبا في الطرق، في توسعة الطرق كمان، وفي بعض الكباري اللي تم إنشائها اللي سهلت يعني أمور السير بشكل كبير جدا. حابين حضرتك كانت تعلق لنا على هذا الخبر، وبرضه هو بتطوير محور كوبري 6 أكتوبر والطرق السطحية. حابين نعرف برضو حضرتك لو عندك خلفية عن المنطقة ذات نفسها، محور كوبري 6 أكتوبر، يعني من أي منطقة لأي منطقة، عشان برضو الناس تبقى على دراية أكتر. يعني هو طبعا كوبري 6 أكتوبر كوبري مهم للغاية، يربط القاهرة من الشرق للغرب، وبيتوازى معه طبعا الكوبري الدائري في كثير من المناطق. تعرف الكوبري الدائري طبعا يعني لا يقل أهمية عن كوبري 6 أكتوبر طبعا. الخطة يعني لا تشمل كوبري 6 أكتوبر فقط، ولكنها هي خطة شاملة، يعني 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 تأخذ في طريقها كوبري 6 أكتوبر مع العمل الجاري الآن على المحور نفسه. الهدف هو توسعة هذه الكباري، توسعة محور 6 أكتوبر وتوسعة الطريق الدائري، بالإضافة إلى توسعة وتجميل الطرق السطحية أسفل هذه الكباري لتجميل وجه القاهرة وتيسير حركة التنقل. حركة النقل مهمة للغاية بالنسبة للمواطنين العاديين، بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة لرجال الأعمال، بالنسبة لكل فئات المجتمع. كلما كان الطريق ممهدا وميسرا وسريعا كلما كان الإنجاز أكبر. ما أريد أن أشير إليه لأن الموضوع لا يتعلق فقط بمحور كوبري 6 أكتوبر، لكنه في رأيي يأتي ضمن خطة شاملة. هناك عمل جاري بالنسبة لمن يتحركون على الطريق الدائري، عمل جاري منذ شهور طويلة لتوسيع الطريق الدائري وتحويله إلى طريق عصري يستوعب حتى سيارات الخدمات العامة كالإسعاف والمطافي والشرطة والنقل العام، بحيث تتحرك بشكل أسرع وتتمكن من تنفيذ عمليات الإنقاذ ونقل المواطنين بشكل أسرع إلى أعمالهم. كل هذه خطة شاملة للعصرنة، عصرنة المدينة، والاهتمام بالخدمة العامة وأيضا عملية التجميل. انظر مثلا إلى الطرق أسفل كوبري 6 أكتوبر في منطقة العجوزة، في منطقة المهندسين، في كثير من المناطق هناك عمل يجري أعلى الكباري للتوسعة و لتيسير الطريق، وهناك عمل آخر يجري أسفل الكباري. هذا عمل شاق وصعب للغاية، وتقوم به الكثير من الجهات بالتعاون مع القيادات المحلية. هناك عملية تجديد للطرق، هناك عملية تجميل للأرصفة، هناك عملية اهتمام بشكل عام بالمواطنين وبالخدمة العامة في القاهرة وفي كثير من المحافظات الحقيقة.
يعني هو طبعا يعني زي ما حضرتك اوضحت هذه التفاصيل، واحنا فعلا فعلا شايفين الفتره اللي فاتت هذا التطور، ويا رب نرى هذا التطور في مزيد اكتر في الفتره المقبله.